إلى ذلك، أطلقت هيئة الكهرباء والماء برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية جميع الوزارات والهيئات المعنية خطتين وطنيتين استراتيجيتين لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، التي تتضمن عددا من المبادرات والمشاريع الرامية للوصول لمصدر الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الأحفورية من خلال تنويع مصادر الطاقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحقيقا للأهداف الوطنية وللحصول على طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون والتشجيع على رفع الكفاءة والاستفادة من الطاقة المتجددة، أطلقت هيئة الكهرباء والماء 22 مبادرة لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6%، وتضمنت هذه المبادرات المباني والقطاع الصناعي والجانب الحكومي وقطاع النقل وتزويد الكهرباء والقطاعات العامة، ناهيك عن العديد من المبادرات التي سترضي جميع المشتركين، واعتمادا على الطاقة البديلة بدلا من الاعتماد على النفط والغاز بنسبة 100%. اتجهت هيئة الكهرباء والماء إلى الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي شملت ثلاث سياسات للطاقة المتجددة، فجاءت أولها معايير دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني والمنشآت الجديدة، ثانيا سياسة التغذية، أما أخيرا فجاءت سياسة صافي العداد. كما تضمنت هذه الخطة الوطنية 7 مشاريع لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي بنسبة قدرها 5% بحلول 2025، أهمها مشاريع توليد طاقة الرياح فوق اليابسة والمسطحات المائية، ثانيا مشروع محطة مركزية لتوليد الطاقة الشمسية، ثالثا دمج حلول الطاقة في العدد من المباني والجسور وبنية المواصلات التحتية، رابعا تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المشاريع الإسكانية، خامسا تركيب الطاقة الشمسية في أسطح المباني الحكومية، أما سادسا مبادرات الطاقة المتجددة الصناعية، وأخيرا تحويل المخلفات إلى طاقة متجددة. هذا وقد واصلت هيئة الكهرباء والماء في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المنازل السكنية، والتي وصلت حتى هذه اللحظة 34 طلبا في طور الإجراءات، حيث تم توصيل 14 منها وباقي 20 طلب ما زال في مراحل التوصيل المختلفة. كما بلغت عدد الألواح الشمسية على الأسطح التي تم تركيبها على المجمعات التجارية بلغت 800 لوحا شمسيا، كما تنتج هذه الألواح 250 كيلوات من الطاقة الكهربائية. وفي السياق نفسه، فقد خصصت الحكومة أرضاً تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع لتنفيذ مشروع محطة مركزية لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها 100 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة. ومن المتوقع أن يصل مبلغ التوفير بحلول عام 2025 230 ألف مليون دينار بحريني.